والله كنت بفوز. عثمان على اخر شيء كنت بفوز. اقول لك راح تطشره. والله طشرته الصراحه. عثمان طشرته. شنو هذا؟ شوف رحته طشرته. اقول لك صرت حزين. لا 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 ولين. بس مات. اوف خاسي والله، خاسي والله. هورا لوكس ولا والله. والله بطل الفايت. ها عجيب، ما توقعته كذي. ليفل اب. اوف شقيت وجهه. ولا الغرفة كنا احترقت زيادة ولا تراوالي. خاسي خاسي. بس الحين ما بقاك البوس الاخير. والله الدن لورد ارمر. والله وين الدن لورد ارمر؟ شاف فوق. ليش حاطينه فوق؟ قبل ما ادش حق البوس حط لك السحر هذيله يشيلون ايش يسمونه؟ يزيد دفاع الهولي عندك. عرفته. اللي هو هذا اللي هذا شوف يزيده 6 7. يا تحط شهادة وإن عندك السحر. أي واحد يو هذا راح تلقاه قدام البوس أصلا، أعطي لك إياه. ها؟ أعطي لك السعر قدام البوس أعتقد تاخذه. صدق؟ خل نروح هناك. وعليكم السلام ورحمة، شلون؟ جودز كان دو ذبحتهم لانهم جننوني. ايهم اللي قص كندو عثمان هذا؟ لا هذاك ال كندو هذول التنانين ولا يتراوالي؟ اي هذول اوه عرفتهم عرفتهم هذول المتين والضعيف. ايه شوف 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 سهلين سهلين. شنو عليك تسوي؟ طبعا البس هذه اللي توني انا حطيتها اللي هي وينها لحظه اللي هي هذه لا هذه زين والعب سيف وحاول تذبح الثاني. ركز على واحد، اول واحد اذبح الضعيف بعدين طق الامتين. لما نطق الامتين شويه تلقى الضعيف يرجع مره ثانيه. الا انت ذابح الامتين، بعدين بسرعه روح اذبح الضعيف لانه راح يرجع الامتين مره ثانيه، بعدين تروح تذبح الامتين مره ثانيه. سهل سهل سهل. مره مرتين راح تفوز. بس اهم شيء البس ارمر، البس ارمر قوي من هذول الاخيرين اللي تحت لان فيهم الدفاع مال شو اسمه، شوف على اليمين ازرق يزيد الدفاع مال الدارك مالتهم اللي يحذفونها وهذا. فطشرهم واستخدم السلاح شوي سريع نفس هذا مثلا البلاد هاوند. سهل سهل ما طشرهم صدقني. The Lord that was broken and battle fought as leader of the tarnished during the long march. This was his in the days of the past. A crown was worn. وخسر. جربت عليهم التنويم انوهم لكن وصل نهايه واموت. ما له داعي التنويم او ان نومهم بس لا تركز على التنويم. التنويم تركز لا استخدم استخدمها بوقتها يعني لا تنطق وانت تسوي سحر وهذا يعني حاول ان لا تنطق. بلاي سيف بلاي سيف. فايز عليهم ترى مو من زمان توه قبل يومين 3 فايز عليهم حيل مو من زمان. اي مكان يطلعون هذيلي؟ يطلعون شو اسمه هذاك المكان؟ التنانين؟ مكان التنانين كنا. اولت عندهم؟ لا، ثالث مرة فزت عليهم كنا او ثاني مرة. خسي يعني كلش ما طولت عندهم وايد. ذاكره هني المكان كنا كانوا اللي بعد فيه فوق زيادة مو هذا. هي عثمان اتوقع المكان الاخير. ايه المكان الاخير صح، وجيجي بالمكان الاخير. يقدر ينادي سامونز، راح يسهل عليه وايد. ولك 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 عثمان، شفته؟ بس وايد بطيئة حركته. هيفي اكيد عثمان. بس الطشر اللي قدامك من امه هذا هيفي يعني من امه. ايه هذا الحمار وين كان مكان السر اللي تحت الارض ماله؟ وين فوق؟ اذا فزت عليهم قول لي. ها عثمان؟ وين فوق ولا انا مخرف؟ شنو المكان السري؟ هذا اللي فتحته تحت الارض. وينك انت الحين؟ الكاف قدامك؟ هذا هذا واضح اصلا لو تلاحظ واضح. ايه ايش في كان مساع معلق مو راضي يفتح؟ ما ادري، الحين عثمان انا وصلت عند البص، خليني اركز ها؟ شوف شو السالفه من ناحيه قصه. ادري انه عادي الشيء الوضع. If I only had a friend. Tail ahead. ولا البوابة شنو؟ Touch the golden light.